سكتي ولا غادي انا نزق شويه الشناك شويه ديال هذا سميتو مهم بلا كينا غنحط الشيبه كاينه هنايا عندي الشيبه جبت شي حليوات غنديرهم في القرصين باش بشويه المسمن اسمحوا لي صباح الخير بنات كسمحتوا بخير لاباس عليكم اش كتعاودوا مزيان الامور هانيه هانيه الامور فيديو جديد ان شاء الله يكون كله طاقه ايجابيه ان شاء الله المهم تسعد الصباح هادي انا الصراحه عيانه شويه الحلق تيمشي ليا الصوت الرواح المهم تصب خلعتني المهم اخوتي المنزله بنات دخلت الشفار يا ربي نساوك السلامة عرفتي أنا واقفة حدا الباب وديت واحد الدري باينة فيه شفار وخرج واحد الجار ديالنا وداك ملي بقى كيشوف الجار ديالنا واش غيمشي ولا غيدخل للدار وأنا ندخل وأنا نسد عليه الباب دايز ويلي 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 بحال هكا ويلي 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 الباب دارنا هما ويلي الباب أنا ويلي ويلي باب ويلي أنا ويلي لكم الفيديو المهم أخوتي المهم أخوتي تسعود الصباح هادي غادي نمشي إن شاء الله لعند المش البارح المهم شدوه ما عاودتش لكم شدوه بات درت ليه ثلاثة ديال لي باكساه المهم قداتو المهم قدات ليه كلشي اليوم إن شاء الله غادي نمشي غندير التحاليل قالك كلاوي عندهم مرفوخين 1000 درهم ديال التحاليل المهم غندير ليه التحاليل وغنعرف شنو عنده باش ان شاء الله منين غيبرى ان شاء الله غادي ندير لي واحد العمليه ديالاش العمليه باش ما قالك باش ما يبقاش يخرج باش ما يبقاش يتلاع باش ما يبقاش تبع المشاش يبقى جالس غير في الدار مزيان وغادي دير لي واحد السيرو ديال التويدات وديال هذاك الكراد وشنو اخر المهم ما عرفتش داك الشيء اللي قالت لي بالضبط المهم البارح خلص 1000 درهم دابا 1000 درهم ان شاء الله باذن الله و تيبرا وجالس عندها 5 ايام تيبرا ومن موراها غادي ندير ليه ان شاء الله العمليه ونجيبو للدار ان شاء الله قالت لي غيزيان وغيغلاط مسكين المش ضعف يلاه في 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص يا ربي تقدرني على هذا الشيء ويبرا ويخرج للدار انا عزيز عليا داك المش والله وما تخلاش علي ايوا وكنشارك معكم نهاري ايوا كنت غنتكريزا يقدر ربي عرفتي كي دار فيا واو يشدني وهز واحد الشكاره في ظهرو وسمر باش نقول لكم كون شدني حيد ليا التليفون و 1000 درهم اللي غنخلص بها المش اللي غنمشي بها دابا باش يدير التحاليل يلا خوتي نتوما معنا كنتسنى نوريا ما بغاش تخرج الا شتا تعطلت غنمشي راسي ما عندي ما ندير المهم اخوتي نهاركم مبروك انا كنصور معاكم الفيديو كيف ما كان كنصور معكم الفيديو سبونطاني ان شاء الله غادي نمشي نشوف القطيه ديالي نشوف سميتو بيمو هو ها نتوما معنا مع السلامه نشط الطاكسي وغنمشي دابا هي كلوا عندهم نفوخه كلوا نفوخه صافي عطاتني قصه يعني دابا خاصها تخرج المهم دابا نشوفوا التحاليل شنو غادي يقولوا لينا وان شاء الله صافي شي حاجه داو ديك الحاجه بالضبط صافي اختي شكرا خلينا كنعالجو جلوبال يعني داكشي العام ما فاش دير التحاليل ما نعرفوش شنو عندو بالضبط صافي ان شاء الله يلا اختي مع السلامه شكرا لك بزاف المهم اختي تمت العمليه بنجاح الحمد لله عطيتها الفلوس باش دير لي التحاليل صافي وغادي نمشي دابا للدار نمشي للدار ون بسم الله نحيي التليفون اختي التليفون شي طيروا ليا شي حد مسكين شم ريحتي بقى
بقى مسكين تيغوت مياو مياو الطاكسي ما كيدوزوش من هنايا. جيت لصح ديال الاداري ما كيدوزوش. يا انت منهم الله خير. دابا مشيت لقنت حتى جيت للمدرسه فين كتسكن امينه وندور مع واحد الدوره عاد نلقى طاكسيات. سبحان الله شمريحتي مسكين بقى كي مياو مياو قالت لي ملي دخلت كاع ما كان كي مياو 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 مياو. يلا انتوما معانا. جيت بوحدي ما لقيتش شكون اللي يجي معايا نهيله باقا ناعسه البنات ناعسين قضيت الغرض وغادا للدار بحال هادي. خوتي كيف كتشوفوا راني جيت من عند البيت الفينير جيت من عند المش. المهم اخوتي راه كنحمر اتا هي ام الكويسات ديال القهوه. هاي القهوه طيباتها مولاي ريحه القهوه زوينه اتا. الشيبه كاينه هنايا ندير الشيبه جبت شي حليوات غنديرهم في الطبسيل وجبت شويه المسمن اختي امينه شدي الفوق ما تشديش لتحت الفوق فوق خاصني ندير الفور وغادي ندير المسمن داكشي انتما شويه الشناك شويه ديال هذا سميتو المهم بلوكينا غنحط جبت شويه ديال الملح الفاي شويه 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 من الحاج ها ما بقات ملح الفاي صافي وشي المسمن جوج مسمنات كيما انا عارفه كيعجبها المسمن الثاني المسمن ديال السوايع هانتوما زيد 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 اختي وليده من المتبعين السلام السلام عليكم مرايانا دخلي شعرك دخلي دير حيدي حيدي ايه كيدخلي وكمل على ما تقاد الشعره السلام عليكم المتبعين كي دايرين لاباس كي دايره مع الصحيحه لاباس عليكم ايوا تبعونا الله يتبعكم الخير والربح والتيسير ان شاء الله يجي جديد ونهار جديد. المهم كيف قلت لكم مشيت عند الطبيب اليوم كان اليوم كنت غنشري سالب والله الخير اللي كندير الحمد لله ربي كيوقف معايا كان غيشدني غيدير لي البزيطين فيه الفلوس فيه التليفون فيه لا كارطات فيه السوارت واخا ما بقاو سوارت السوارت فرج ان شاء الله يا رب ان شاء الله. المهم اخواتي حنا كنفطروا وغنخرج انايا باش البنات يبغيو يخرجوا معايا ولا ما عرفتش شويه حكا بالسيله تصدات لك مين اقسم لك باليمين راه قبيله تشتا تصدات انا بقى جيرا تصدات لك الله يرزيك ما تمسحوهاش انا في الكلت انا كندوى عند سويه كتبقى عرفتي يا خوتي جيت من عند الفيتيرينير بغينا غنتكاو شويه وانا دا والدار خنزه بزاف صحتي ولا غادي نقول انا هز الكاميرا وغادي نوريهم وقولي هادي فوق داري وانا مالي مريضه راه 15 يوم وانا مسكت ام مريضه وجاك تصبان عاد جات تصبان وجات الحد ما منين هبطت عند سامي راه اوتوماتيكيه وباقيين هنا فاز ديري في الاوتوماتيكيه صافي دوري ونطلع نشرم سخته خلي داك الجمال تعاد كي جات صبان المهم حوايجي حوايجكم انا عندي شي حوايج بقيت عندي شي حوايج ما كانش لي عتق وما كنتش انا اختي واش انايا كنت معاكم ساكنه معاكم وفين كنت ما كنتش انا مرفوع عليا القلم فين كنتي كي جات صبان حتى للحد كي جا امي صبان حتى للحد الجمعه وسخا صافا خليو الحوايج غادي غمله خيار السطول عمرهم بالحوايج اللي غسل يحط اللي غسل يحط شنو هادشي؟ سير اختي الله يسهل عليك مع الصغار. قطع هذيك الكاميرا حسن لا لا قولي قولي قطع قطع لا فرشي غندور لهم الكاميرا وتشوف الدار شنو الدار تقطع؟ انت دور دور الكاميرا هنا لا ماشي بقات سير امينة صوري ايمان كتجمع ايمان كتجمع ايوا اي واحد منك يكون كي خليته مصبني ما نطويتش باقي كيفسوا بهم يا صافي فتح ها هو الفور خروج طوطيح انا اختي سيري شري شي دار مقاده اللي ما تكونش كدير هو دغيا عرفتي دار وشي ماريو مقاد عرفتي كتجمعيها دابا بحال اختي ساحري لينا على الدار ديما انت ترون مسحورين يديكم ومخكم جمع علينا الربيل اي الربيل 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 وري الربيل هذه اللي جابت لينا عاود الربيل ما
وتبقاي غير دوزي فيما كانت شي قرعه خاويه تيخليوهم تيسخاوش بعينوها خاويه جامعاها وريهم لك فيما كان شي سن جامعاها شي كاشه راه غادي تشوفوا راسكم حيد داك الفيديو كامل والله تلوحوا بالله شوفوا راسكم علاش شوفوا راسنا مالنا اش داير مريضه مريضه كنبغي تنموت كنبغي تسمع الميتين وديما كانت عند سميعه جات البارح كيجات جات المسمار سولي با ولكن هي عن الحوايج بسمانة اوتوماتيك هي سهلة كتخشي غير امي ما خاصها تحتفظ على اوتوماتيك خاصها تصبر في العادية باش تحط دهلك صحتها وتصبر في العادية اللي كتشلل وتعصر بالله الا جوج تصبينات في هادي ها هي جوج تصبينات وديري تا جوج تصبينات وكتضرب ساعة الشارية. كتضرب ساعة ونص بحال كيخرجوا الحوايج وباقيين شي جوج تصبينات ولا ثلاثة كي غديري هذيك بعدا فوب 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 واريال وكيخرج لك الشعله شلي وديري انت كل نهار تصبينه انا غاديه انا ندير كل نهار ما كتبغيش تقيسي ليها ماكينتها والله ما تقيسيش ليها ماكينتها والله يعجبها ماكينه اوتوماتيك مهلك انا صحتي انت هلك تصحتك وشدي تنقول لها نصب شي حاجه في الماكينه تقول لك لا فيهم النفس والله ما يديروش الشويطه ولا يشعلوها انا نشعلها وعلاش ما تشعلتيهاش؟ علاش ما كتخلينيش انا نشعلها؟ علاش ما شعلتيهاش؟ انا ما شعلتش دابا خوتي الحوايج بصح كاينين الحوايج سيري مو بلي على جوج سطونه ومخبيينهم ما بين الحوايج اللي مصبرين لا جبت جبت مشيت الصباح وجبت دابا مع الحوايج ديالي انا خوتي حاطاهم تما وما بانو السطوره والله ما بانو دابا الحوايج السطوره في البيت الاخر فين الحوايج مسخين وبقيتو خاشينه مع الحوايج لا ما فيش حوايج مسخين الله يرزيني لا مسخين والديك ما شاء الله ما شاء الله عندك شغل الايمان كولي كولي امي كولي 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 ما ندير عليك الطبل والله حسك وما لا تلقى تشوفوا امي خاصها الدار كل نهار تسيق كلوا بزاف حنا ثلاث ايام السيمانه السيمانه حنا تسيقوا الصباح والعشيه والدجاج بالليل وحق الله واش برلارو ما بفراقش ودخل للتواليت واش برلارو راه تطيح جففش بزاف كل نهار كل نهار كل نهار بزاف والله حتى واحد البنت سولتها البارح قالت لي مره في السيمانه كنت كنسافر كبيره مسدفه بزاف عليك حتى تاكل كل نهار وبزاف عليك تخرجي كل نهار ما تخرجش كل نهار لا انت هي اللي غتخرج انا وليتي بقيتي انا واش عليا انا وهنا 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 اي هو اي اي مشيتي فين جيتي اشوف اخوتي ما كاين اوتوماتيك ما كتحاول على امي نقيه بزاف والله ما كنحاول دابا هاد الكاس هذا البنات فيكم عاد خملنا البيت هذا شاركنا معاكم وغنعاودو نخملو شكون قال لك خملي انت هي شوفي الفراش يلا شوف وسايت تجلسي لا باش ديري الموكيط وتعاودي ديري الطلامط دير جايين وعاد الزينه غديري الطلامط وديري الموكيط ويلا البنات ما طلع ما لقيتي ما كيما ما ما اش نقول لكم كيما درتي مع وحلا ما لقينا الخير في ايه ما لقينا الخير وفاش لينا متبعين ما حد قالش وما حرج ماشي ما حد قالش الحداقه كتخرج على الصحه النعاس دياولي بحال دار لهم شي حاجه النعاس الليل والنهار النعاس انا ما كنعش انا والنعاس وما كاين ما ينوض حتى الوحده الجوج عيبات يا ويلي هي دابا 10 الصباح هذيك 10 ردي تقليد عليها ردي 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 12 ونص فقنا مع فقنا مع التسعة ومع شنو نبقاو مع تيرو الساعة تيرو الساعة كم تيرو الساعة راه نمشي بها تن 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 التميرة ونجي خذي الحقيقة في الدقيقة والله وجينا مع عند الفيتا غيني غير درت لينا هنا الأرارة وحق الله جابوا لهم يما تسالا في كرواسة وهاد سميتو تسالا قول لهم تعال قول لهم بغيت ما نمشي نجيبهم ما جيت فيقيتي حتى نقول انا فطرت ما جبتيش هذاك الشيء اللي كيعجبني لا ما كاينش ما كاينش باقي ما داروا حتى حاجه قالت لي حتى العشيه حتى العشيه حتى العشيه حتى نمشي نفطر عندها وحتى تجي وما كاين حيت انا مع العشره صاحبتي كندير مع العشره مع العشره انا مع العشره صباح قالت لي باقي ما خرجوش سولتها جيبي واحد